لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام الحبيبات ديالي، كيف بقيتو؟ مزيان لاباس عليكم؟ جيتكم بهذا الفيديو هذا، غادي نخدم بهذا العقيق هذا العادي، غادي نخدم هذا الطويق هذا. ويلا تبعوا معايا الفيديو حتى التالي، وإلا كنت عزيزة عليكم كملوه لي حتى التالي صافي. وهذا الطويق هذا هو اللي غادي نخدم بإذن الله. يلا بسم الله. السلام البنات، بقيتو مزيان لاباس عليكم؟ بخير هانيين هانتوما البنات. انا راني غادي نخدم هاد الطوق بهاد العقيق هذا. هانتوما هذا عقيق عادي كيدير 15 درهم، هانتوما شفتو كاين اللي كيبيعو ب 15 واللي كيبيعو ب 20، كل واحد على حسب المدينه وصافي. هانتوما شفتو، ها هي سميتو، ها هي واضحه شفتوها. ها هو عاوتاني الذهبيه كلاص بيت، ها نتمنى تكون واضحه حيت ذهبي وما كاتبينها بالذهبي. ها هي هنايا، هاي شفتوها. وهذا البنات غادي نخدم واحد الرشيمه، غتكون الارض ديالها كحله والزواقه الوسط غير زواقه، واحد الرشمه غادي تكون في الذهبي صافي البنات. ايوا صافي، انا غادي نخويهم في الطويسات ديالي ويلا على بركه الله نمشيو نخدموا. ها نتوما البنات شفتو، هو هذا الخيط اللي كنخدم به. ها هي مكتوبه هنايا 60 على 2 شفتوها. وهنا البنات الليبره كنخدم اما بالليبره رقم 10 اولا الليبره رقم 12 اولا الليبره رقم 11، هادو هما الليبره اللي كنخدموا بهم المرمى شفتوهم. ما هذا شفتو البنات، هي هذه الرشمه اللي غادي نخدم، ها هي شفتوها باينه، هي هذه، هذه كتجي غير هكا. ها نتوما انا نوريها لكم، ها نتوما كتجي غير هكا ياتي، وغندير سامبل من هنا وسامبل من تحت شفتو. هذه غادي ندير البنات 27 عقيقه اللي هي 28 خيط صافي، عقلوا معايا راه غنديروا 28 خيط. هنايا كاينه 27 عقيقه، كاين اللي غتبغي دير هاد السامبل من هنا والسامبل من هنا غادي تجيها 29 عقيقه، ولكن السيده مصيفطه لنا كيف ما التصويره كيف ما بغات غنديروا لها 27 عقيقه، ومن هنايا من الجناب ما غنديروش السامبل صافي البنات. يلا نمشيو نسديو دابا. يلا دابا بعدا غادي نديروا هاد الخيط ديالنا هنايا. الشكيله ديال هاد الباكيه كتكون فيها هاد بحال داير بحال العظم، كيبغيش كاع تيتحل. سنين نهار غير معاد عندي شتا الضفران صافي، غادي نخليه يتحل. راه هادشي هذا راه غيشوف منو البنات ماشي وصافي. دابا غادي نسدي ونرجع عندكم صافي البنات. ملي غتسدي حيت دابا الارض غادي تكون كحله، الا سدينا بالخيط كحل صافي شتو. كنحاولوا ماشي تزيروا بزاف التسديه ديالكم، حاولوا ما ديروهاش مرخوصه باش الخيط ما يهبطولكمش صافي البنات. ايوا دابا يلا انا غادي نكمل التسديه ديالي بلا ما نطول عليكم الفيديو ونكمل معاكم. نتوما كشتو البنات شتو بعدا واش واضح التصوير ولا صافي. انا دخلت الصف الاول، غادي نبدا ندخل هنايا، كنبدا انا بعدا في الاول بواحد خمسه ديال العقيقات هما اللي كنبدا بهم الواله شتو، باش هكا كنثبتهم هنايا في هاد الخيوط هادو باش هادو ما كيبقاوش عندي صعوبه غاديين جايين، فهمتوني؟ هادي هي الطريقه باش كنخدم انا. ها نتوما شوف، كاينين البنات اللي شنو كيديروا، كيقبطوا الصف كيبغيو يحشيوه كامل عادي يدخلوا ليبره، لا ديروا هكا احسن وهنيو راسكم صافي. وها هو الصف تشد لكم من كديروا ديك الطريقه ديال الصف كامل دخلوا العقيقه تولي، راه ضروري عقيقه ولا جوج كيطيحوا عاوتاني كتولي تعاودي من الاول. ها نتوما شفتوا شو هاد العقيق هذا راه زويون البنات. ها نتوما شفتوا شتي الخيط، غير هو البنات الخيط ديروه على واحد صافي، من ديروه في ليبره
ديروه على واحد. ها نتوما يلا انا غادي نخدم معكم هاد جوج صفيفات، ولكن الاخرين الصفوفه الاخرين والطوق كامل راكم عارفين. ما بغيتش الفيديو يكون طويل باش ما تقولوش لا راه هاد العقيق خايب وهي حطت لنا وما بينت لناش. لا ها نتوما شوف، ها نتوما شوفوا الابره ديالي، ها شتوها، ها الابره شتوها، ها نتوما ها نتوما هاني دخلت، ها شتو نتوما راسكم خصكم تقادو داك العقيقات صافي. ها نتوما صافي، ها كل خيط دخلوه في الصف ديالو، كل خيط دخلوه في صفه. انتم شفتوا انتم صافي، هو هذا الصف ديالنا الاول هو هذا. وانا البنات كل ما خدمت شي شويه راني غادي نصور لكم صافي، غير هو ما غاديش يمكن لي نحط الكاميرا هكا تيبقى خصني الفيديو يكون فيه يومين ولا نهار ونص صافي. انا غادي نحط لكم غير بعض اللقطات وصافي. انا قدي غير هو البنات دابا انا غادي نبدا بالزواقه، شفتوا معايا انا دابا البنات، انا البنات دابا غادي نبدا بالزواقه باش نعرف العبار ديال الزواقه شنو هو ياكو، وعاد نهبط لهنا وندير الفتحه ياكو. سمحوا لي انا الفتحه كنديرها الفوق باش لتحت، عاد نهبط لهنا وندير الفي داك السامبل والفي، وهنايا عاوتاني فاش هذا نشوف شحال عندي غتكون ديال الفتحه وشحال غيكون عندي ديال السامبل فوق الزواقه صافي. ماشي غادي نخدموا حنا تي السامبل وعاد نخدموا الزواقه، لا كنبداو بالزواقه هي الاولى كنساليوها وصافي، وكنعبروا القياس شحال فيها وكنشوفوا لتحت شنو غنديروا والفوق شنو غنديروا. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالي صافي البنات. ايوا دابا يلا غادي نديروا الصف الثاني، نشوف بعدا التليفون حيت عندي رشمه في التليفون. اهو صافي دابا غادي ندير عاوتاني، غادي نحسب شحال عندي هنايا تي من عقيقه ونديرهم. عندي 12، 1 2 3 4 5 ها 6، 6 البنات بجوج هي 12، وغادي ندير 3 ديال الزواق وغندير عاوتاني 6 اللي هما 12، 1 2 3 4 5 ها 6 صافي صافي. ودابا البنات غادي ندير الصف ديالي، دابا غنطلعوا الصف ديالنا انتوما شتو شتو. دابا ديك الساعه صافي العقيقات كتبقاو دفعوهم غير بصبعكم، غير بصبعكم بحال هكا صافي، هما كيدخلوا صافي. غندخلوا هذا حيت البنات دابا هاد العقيق هذا كاين اللي ما عندهاش باش غادي تشري العقيق الام جي بي الصراحه، راه حنا كلنا مساكن عند الله مسحت الله، راه ماشي كلشي لاباس عليه وكلشي عنده هذا. كاين اللي كيمشي بحال دابا هكا عند مول العقيق كيقول له انا بغيت نشري الام جي بي ولكن ما غنشريش باكيه، كاين شي مول العقيق اللي كيكون كيقسم الباكيات بحال دابا كيعطيها 20 درهم 30 درهم فهمتي نص باكيه كل واحد. وكاينه اللي كتمشي كتقول لك انا بغيت نديرها ولكن غير بهذا العقيق هذا. ها نتوما هاد العقيق هذا البنات فاش تبغيو تخدموا وديروا الصف ديروا بحال هكا بحال هكا، خصوص الصفوفه الاولى ديروا بحال هكا ها نتوما بحال هكا قدوه شفتوا باش يجي الصف مقاد. ايوا يلا البنات دابا غادي نمشي الصف عاوتاني الثالث، شو دابا غادي نديروا الصف الثالث ها نتوما، ها هي بصبعكم شويه ها نتوما شفتوا صافي. الخدمه ما خصهاش شويه د العصب، خصها تكون مرتاحه خرا تكون لي مرتاح في هذا الزمان حتى واحد، غير المهم بعدا تكوني فاش تكوني خدامه تكوني مرتاحه وصافي. اصلا ديك الساعه كيبقى بالك غا مع شحال معقيقه درتي، حيت عارفه راسك الا ما كانش مخك معاك غديري شي كارثه وتولي عاوتاني تحصلي فيها. ها نتوما شفتوا والله يدهينا بالله هذا ما كان. ها نتوما شفتوا معايا، ها شفتوا انتوما هما هادو، ها هما ثلاثه ديال الصفوف هاني يعني دخلت لي برا خرجتها باش البنات اللي بغاو زعما راه كاينين في الالوان. شي هاد العقيق هذا، هذا البنات هذا راه كاين في الالوان، كاين الغوز كاين الموف كاين الخضر كاين الكرونه، هذا راه فيه الالوان هذا فهمتوني، هذا ما فيهش الالوان هذا فيه غير الكحل، هذا فيه غير الكحل البنات صافي. يلا دابا غادي نكملوا عاوتاني الخدمه ديالنا، وما فاش نضرب شويه النص في الزويويقه دابا نولي نصور لكم صافي. يلا بسلام عليكم.
اويلي على السلامه عليكم. يلا حتى نكمل الزواق. هانتوما شفتوا البنات؟ هاي شتي انا ضربت النص دابا في الزواق. هانتوما كي كتبان لكم دابا؟ يلا كي كتبان لكم هانتوما شفتوا دابا هاد الزواقه هادي بقى لي فيها وقيله غير شي خمسه الصفوف، وغنولي هاد النص هذا اللي هابط هكا غنولي نطلعو هكا باش هاد الرويس هذا غيطلع هنايا، فهمتي؟ دابا بقى لي غير ندير واحد الوريضه هنايا. سكوت شتو هانتوما بحال هكا. يلا شتو دابا شتي الخدمه ديالي هانت شي راه واخا عادي. هانتوما شوفوا الصف ها راه غادي نيشان. هانتوما هانتوما من غير هاد الجهه هادي اللي كيكون فيها اول الخيط كيتحزم كيكون هكا شويه فيها هذه، هادي راه ديما كتكون عندي انا. اما في الخدمه ها هانتوما شوفوا هانتوما ها شتو، ونتمنى يكون واضح الفيديو. اوكي شفتو هاني دابا ساليت هاد الزواق هادي، ساليت لها النص الفوقاني وبديت شويه باش غادي نكمل. كما قلت لكم في الاول راه النص الفوقاني بحال التحتاني. هانتوما البنات هاني ساليتها شتوها، شتو هاد الرويس هذا اللي في هاد الجهه هو هذاك الرويس اللي في الجهه الفوق. هاد الزواقه هادي كتجي غير هكا كتحط في الوسط والسامبل كيجي من التحت ومن الفوق. شتو دابا من تما غادي نخدم السامبل والفتحه، وهنا حتى غنخدم السامبل والفي. شفتوها؟ ايوا شوفوا معايا بعد الخدمه كي جات. وهنا البنات دابا قربت نسالي الفي ديالي باش غادي نخدمها. خدمت من تحتها السامبل صافي، وغادي نطلع شويه للفوق باش نخدم عاوتاني الفتحه. شو هاد الزواقه هادي صراحه الله كتجي زوينه. هانتوما ها هي واضحه، هاني كنصورها واضحه. وما تنساونيش البنات الا عجبكم هاد الفيديو لايك وكومونتير، عفاكم كومونتيرات واخا تكتبوا اللي كتبتوه، ها كتبوا كومونتير، كتبوا 10 الكومونتيرات. ايوا دابا راني كنخدم دابا الفتحه ان شاء الله. ها هو شتو انا خدمت الفي ديالي، هو غنكمل الفتيحه وندير الهدوب. وهذا هو الاخير ديال الخدمه ديالي وديال هذا العقيق هذا اللي جاني ساهل صراحه الله في الخدمه، والطوق دغيا داز صراحه الله. بديتو هذيك الساعه وساليتو لغدا مع العشيه، بديتو مع العشيه ساليتو لغدا مع العشيه. ها انتم شفتوا الهديبات ديالو، الطوق ها هو. ايوا ما تنساونيش البنات الا عجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم خليو لي كومونتيرات، تقدروا تكتبوا كومونتير الاول الثاني الثالث الرابع ماشي مشكل. ولا كنتي جديده حبيبات ابوناي باش يوصلك كل جديد، ومرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا بالناس القدامين العزاز عليا اللي منوريني الله يرضي عليكم.